هذيك ربما نهار تغيرت حياتي، ربما انا عملت البرنامج، ولكن فعلا لانه هذيك النهار وانا كنخرج من المحكمه بعد ما كنقول وفقني الله انني سجلت نفسي كمتبرع محتمل بعد الوفاه الى ابن الله، انني متبرع بالاعضاء بعد الوفاه. يعني هذا شعور ما يمكنش يمكنش توصفه لك. يعني مجرد ما كتوقع بانني في كامل قواي العقليه، لا اتذكر الفورميلا بالضبط كيفاش مكتوب، ولكن مجرد ما كتوقع اتبرع فكتستحضر بان لا في كما قال الله سبحانه وتعالى لا تحسبوا ان الله يجزي نفسا ما عملت. وكتعرف بانه الا كنتي نقطه انتقاليه والى جانب، وهي نقطه صراحه مع النفس، نقطة صراحة اختلاء بالنفس ولا في حضور نائب رئيس المحكمة أو كذا، ولكن نقطة كتبقى غير بوحدك كأنك في القبر في ذاك اليوم، لأنك كتسيني على بعد الوفاة وأنت كتسيني كتقول واش سكو جو في، ولكن أنا درتها بعد التفكير كبير جدا.